السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا كاملين لاباس. ودابا رجعت لكم الفيديوهات قصتي مع الحريق حتى وصلت لهاد البلاد السعيده البلجيكا. بقى ما كملت لكم قصتي. ايوا اليوم راه جيت شويه لابسه الغوز، لابسه اليوم الغوز. ايوا تلاقوا معايا الناس، العبديه تهلاي في راسك، العبديه خاصك تهلاي في راسك. ايوا هاني تهليت في راسي، رضا ان المشاهدين ديالي ورضا ان النفسي تهي. راه تهلاو في راسنا مع شويه الخدمه وشويه العمل، والحمد لله تكون غير صحيحتك مزيانه وتكوني نقيه في ذاتك ونقيه في حياتك. اللهم لك الحمد. خوتي خواتاتي، فاش خليناها في مقدونيا، في كنا وصلنا لهذيك هذيك البلاصه اللي قلت لكم، يعني في بلاصه الشني ولا وداكشي ما علينا. هذيك الخارجه اللي خرجنا ورجعنا تاني وبقينا في هذيك البلاصه اللي قلت لك كلتنا فيها شني ولا وتعذبنا. شكون اللي جا لينا تما؟ جات لينا سطافيل، يعني سطافيل كبيره، وجا لينا طاكسي كبير في مقدونيا، يعني في العروبيه تاع مقدونيا، حدود تاع ما بين مقدونيا واليونان. رتما قلت لكم من بعد ما شدونا في العاصمه تاع مقدونيا، يعني مقدونيا، في سكوبيديا، يعني العاصمه تاع مقدونيا سميتها سكوبيديا، يعني في سكوبيديا رجعونا ودخلونا حتى الاراضي اليونان، وحنا عاوتاني رجعنا قلت لكم هذيك البلاصه. صافي جا شكون اللي جا لينا؟ جا لينا طاكسي، وقلت لكم اسطافيل اللي عتهزنا ودينا الحدود ما بين مقدونيا وصربيا. حنا تي الدردي في الفوق والدار عندي تتزلزل تحت. سمحوا لي اخوتي الا سمعتوا الاصوات ولا شي حاجه. من بعد ما جا هذوك الطاكسي والسطافي اللي جاتنا، حنا من حسن حظنا حنا ثلاثه الناس تيقولوا شكون اللي من جهه فلان، شكون اللي من جهه فلان اللي مصيفطهم من اليونان، يعني بلا ما نجبد السميه. خوتي اسمعوا لي، بلا ما نجبد السميه، احنا نسموه باسميه اخرى، يعني شكون اللي جا باسميه السي محمد. السي محمد تنقولوا لي هذه راه ماشي السميه الحقيقه تاع هذا السيد، ولكن انا عقلت سميه مستعاره، يعني سميه السي محمد راه ايوا حتى انتم عارفين. ايوا شكون اللي سميتو؟ سميه فلان، سميه فلان. قلنا حنايا قال لك نتوما، عاد تركبوا في الطاكسي. من حسن حظنا ركبنا في الطاكسي. حقاش الطاكسي؟ علاش الطاكسي ركبنا فيه مزيان؟ الطاكسي عتركبي في بلاصتك، ركبنا فيه نقول لك حنا شي ستة بينا، شي ستة طاكسي هز ستة، يعني شي مزاحم على شي. اما الناس اللي راكبوا مساكن، واخا بقات فيا ديك البنيه وبنتها اللي من جزر القمور، بقات فيا راكبوا في سطافيل، ما ركبوش معانا حنايا في ديك الطوموبيل الكبيره. هذوك الناس اللي راكبوا في سطافيل الزحام، وانا مجربها ما بين تركيا واليونان، يعني النفس ما تتلقاش عندك. اللي عنده مسكين ضيق النفس، او اللي عنده مسكين الضيقه، او اللي عنده يقدر يموت. حقاش يسدوا عليك الشراجم، ما كاينش من يتنفس نهائيا. طرات لينا حنايا ما بين هذه تاع السطافير، ركبنا فيها ما بين تركيا واليونان، كنا غنموتوا. خصوصا الناس اللي قصار بحالي، تيكونوا اللي دوك الكبار تيحفطوهم لتحت. ايوا راكم هذوك في سطافيل، هذيك سطافيل ما نعاودش لكم، دكوها. حنا ركبنا في الطاكسي خويا اخوتي، وسطافيل راهم بلا بلاكا، ما عندهمش البلاكا اللور، يعني بدون معري، يعني ما يتعرفوش شكون هما. والناس اللي هما مقطعين من العروبيه ما بين الحدود تاع اليونان ومقدونيا، وغادين بينا الحدود ديال مقدونيا وصربيا، شكون هما؟ مولين البلاد، يعني اصحاب الوقت. انا ما نقولش الاسم، نتوما فهموها، اصحاب الوقت هما اللي خدامين تما، هما اللي
تيقطعوا الناس اللي جايين بحالنا تما في مقدونيا. اصحاب الوقت، راكم عرفتوا اصحاب الوقت وفهموا عروسكم. احنا اللي هادوك خايفين منهم هما اللي مقطعيننا. ايوا اش نقول لكم، ملي تترجع بيا الذاكره لهذاك الوقت تنتخلع، وملي تترجع بيا الذاكره لهذاك الحريق اللي دوزت انا تندوي على راسي من لالوفات ندوزني بحالي وكتر، تنتخلع وتجيني البكيه وتنتخلع. حقاش حوايج تتغامري فيهم بحياتك في الموت، يعني ملي تنكونوا خارجين من بلادنا ما تنسحوا براس غادي لاوروبا وحنا غاديين صافي، تنسحبوا غاديين صافي، كاين ما كاينش ريحه الحاجه الخايبه. اما اللي حارق راه محروق. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، قطعونا غاديين بينا بالطوموبيل، اقسم برب العظيم اخوتي غاديين بينا السرعه 300 واصله، يعني اقصى سرعه هانتوما تعرفوا اقصى سرعه، اقسم برب العظيم هي بحال هكا الجاجه ديال الطاكسي ملي تتشوفي فيها ما تيعطيكش فرصه حتى تتشوفي، يعني تيبان لك غير الصرب، يعني غير الضباب، يعني ما تتقدريش تشوفي بديك كثره السرعه، يعني ما كاينش كيفاش، يعني ما تيبقاش تشوفين بالسرعه. وحفظنا الله حفظنا الله حفظنا الله، غير هذوك اللي تيسوقوا قريديه تبارك الله شيفورين نيت، يعني شيفورين معنى الكلمه، كان عي يجينا فين، كان عي يجي فينا واحد الرموك، واحد الرموك كان عي يجي فينا اللي ما يخليش واحد فينا حي، اللي ما يخليش واحد فينا حي. هذاك هذاك الرموك في من تفكروا تيبورش ليا لحمي، هذاك الرموك اللي كان عيخرج فينا، يعني مول الطاكسي خرج على الطريق ودار بحال هكا، والطوبي وهذاك الرموك تي كلاكسوني كلاكسوني، وحنا غاديين باقصى سرعه اقصى سرعه حتى خرجنا العاصمه، واقصى سرعه حتى خرجنا حتى وصلونا لهذيك هذيك البلاصه. انا نعاود لكم، حنا غاديين في الطريق وخايفين مناش، خايفين من هذوك اللي عايش دونا، وحنا تنشوفو فين في الطريق، تنشوفو فين بحال هكا، وحنا في اقصى سرعه وما كايناش شي واحد عيوقفك، يعني الطريق هكا. ما علينا، بقينا غاديين غادي بينا غادي بينا غادي بينا غادي بينا حتى وصلونا، ونبكو وشهد لا اله الا الله وشهد ان محمد رسول الله، ونبكو 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 ونشهد ونبكو، يعني مسيني على الموت مسيني على الموت. حتى لما تير ما كاينش ما حتى واحد ما يبقى، يعني انت ما معروفش، انت ما كاينش، راه ما عندنا لا كارطات، ما عندنا هويه، يعني لمتنا راه صافي مشيتي، ما عندنا هويه، ما عندنا لا كارطات ديالنا، ما عندنا حتى شي حاجه اللي تثبت حنا مغربيين او حنا من شي دوله، او حنا ما عندناش، ما عندنا كلشي، حتى واحد ما هاز معاه شي ورقه. خايفين، انتم عارفين الناس اللي مدوزين هاد الطريق راه يعرفوا. جا وصلونا للحدود تاع ما بين صربيا ومقدونيا، لاحونا في واحد الخلا والزرع، الخلا والزرع، قالوا لينا كيف نحطوكم، كيف تطلعوا وفي واحد الزرع وتطلعوا لواحد العقبه الفوق وتجلسوا حتى نعطوكم الاشاره. عرفتي ملي نزلونا والغيس، اصلا هذاك المره كان هذاك الوقت كان الشتاء 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 الشتاء، صربيا ومقدونيا خصوصا صربيا الشتاء الشتاء ديال الغرق. انا عنجيكم الواد اللي كان غارق اللي كان فايت في صربيا. وصلونا لهذيك البلاصه، يعني قالوا لينا ما تلافتوش موراكم، اللي يجي مع شي حد شاد فيه ونجرو نجرو 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 نجرو، تطلعنا لديك الحقبه تطلعنا لديك الحقبه، وهذاك اللي هذاك سميتو الكيد ديالنا غادي معانا.
غادي معنا حيت رجع واحد، كانوا ولاو معنا ثلاثه، رجع واحد وبقاو جوج. رجع يجيب الناس الاخرين غادي معنا، وحنايا وحنايا نجرو نجرو. صافي تعطانا الانذار، تصلبطنا في داك الزرع والغيوسات والبرد والسمر، يعني اش نقول لكم؟ نقول لكم ثلاثه الليل، نقول لكم ثلاثه ونص بحال هكا. ايوا الحمد لله. ايوا ملي وصلنا تما لداك الزرع بقينا جالسين، حتى وصلت عاوتاني، سطافيل وصلت علينا تاني. هذاك بنادم تكرع تما تاني، بدا ينزلو بثلاثه بثلاثه، يسلتو بثلاثه بثلاثه الواحد. جيني الضحكه، سبحان الله العظيم، الله شي حوايج دازو على هاد الراس. بغيت نتفكرهم تنقول سبحان الله العظيم الحمد لله. في الدونه الواحد واحد الحدود ما بين صربيا وماسيدونيا، وحنا تقولي الدوار، واحد الدوار تاع ماسيدونيا، حنا باقيين في ماسيدونيا، واحد الدوار تاع داروا صداع في الطريق، داروا علاش نعاود لكم؟ الصداع، الخوت، القباح، الطيران، المضاوة، وحنا غير بنادم حارق وفي واحد البلاد خصك تتسلك راسك باش تخرج، وداروا الفوضى، وملي يقولوا لك سكت هما ما يسكتوش، وما عاد انا نعاودش لكم. دخلونا حنا، عزلونا حنا الناس المزيانين. الناس المزيانين شكون هما؟ كاينين واحد ثلاثه المغاربه منهم انا، ناس مزيانين، وكاين واحد من السنغال، واحد كان من السنغال سميتو حسن، كان دري الله عمرها دار. وكاينين واحد الجروب من جزر القمر، الله يعمرها دار. هما بهم هذوك من جزر القمر، هذاك الجروب جايين على عقلاني دابا، جايين شي ستة ولا سبعة، جايين جروب وجايبين معاهم بنت ومعاها بنية صغيرة، الله يعمرها دار. وهما أغلى واقيلا هما أصلا هما فاميلة، والله يعمرها دار. والصالة والدين، ويحطونا على الدين ويحطونا على الصالة، يعني ما نعاوش لكم. هذوك عزلوهم، وهذاك السيد اللي من السنغال الله يعمرها دار، تا هو مسلم هذاك تا هو، وهذوك تا هما جزر القمر، انتم عارفين جزر القمر مسلمين، وهذاك مسلم. وواحد نيجيريا عندها وليد صغير وحامله، بقات لها 10 شهور تولد مسكينه نيجيريه. وشكون تاني؟ وواحد وهذيك النيجيريه جايين معاها ثلاثه النيجيريين، ثلاثه هي جايين معاها، والكيب الاخر اللي كان زيد فيه شي مغاربه، عندنا دراري صغار، وفيه واحد البلادات مجاوره للمغرب. جابوهم وقطعوهم ودخلونا لهداك، عزلونا حنايا، عزلوا الناس اللي ما كانوش يديروا الصداع، عزلوهم في واحد البيت، وهذوك الناس دخلوهم في هذيك البيت على الخلا ودخلوا عليهم هذوك اللي كانوا جايبيننا. شكون هما؟ البنغلاديش، حنا كان مكلف بينا على البنغلاديش، دخلوهم البنغلاديش، راهم مسلمين حتى هما، هذوك اللي جايبيننا اصلا مسلمين، دخلوهم لواحد البيت عزلوهم. هاد العصا اللي عطاوهم، هاد العصا اللي كالو، هاد العصا اللي عطاوهم ما عمرهم ما ينساوه في حياتهم، ورجعوه، هربوهم ورجعوه، ما نعاوش ليه، قتلوهم بالعصا، ما علينا، كانوا دايرين الصداع. وحنايا عزلو، انا من هاد المنبر اللي سمعوني الناس اللي باقا جايه، انا ما تنساعدش على الناس اللي بغيو، ولكن كل واحد حر في راسو، كل واحد يدبر. عاهم الناس اللي قاصدين شي دوله وباقين باغين يجوا، وكانوا جايين وعلى الطرقه اللي انا، يعني انا البلايص اللي دزت منهم انا، بحال الشكل اللي انا دايزه منه، يكونوا جايين مع ناس اللي مزيانين والناس اللي نقايه، ويكونوا دراري نقايه ويكونوا مؤدبين. راه لا كنتو بغيتو تجيبو ديك التصاره وهذه، راه يتكرفسوا عليكم، ما علينا. وصلونا خوتي تما،
خاصنا نخل ملي وصلنا تما البرد السمر انا عاقله ملي صباح الحال عمروا لينا اتاي بحال هكا في واحد السطوله على السطوله عمروا لينا اتاي في السطوله وعطاو كبوا هذاك اتاي داك النيغرو داك النيغرو داروا في داك السطوله كبوا فيه الماء ومشاو شدوا واش تيديروا لينا واش تيديروا لينا تيمشي يشدوا الدقيق وتيخوضوا في الماء يخوضوا في الماء ويخلوه شويه جاري بحال نقولوا حنا الشفنج ويقلوه لينا في الزيت يعني عيهزوا هكا من الغرفه ويحطوه في الزيت يقل يديروا له هكا هكا ويعطونا وحنا راه تيجينا غزال وبدا يعطونا ناكل باش يعتقونا راه حنا غنموتوا ليهم تما باش يعتقونا شويه بدا يقولوا لنا شويه بدا يقولوا لنا يعني خصنا نعطوا الفلوس نعطوا الفلوس باش جينا عيطت انا كانت عندي اختي وهذا نسيبي اختي تصيفط من تما وهذه يعني اخت سيبي وقف معايا وقفت على الرجوله مسكين الله يذكره بخير والله يخلي ليه بنيت الله يخلي ليه وليداته والله يخلي ليه امينته مسكينه كان هو اللي تيصيفط ليا من هنايا طما عارف المغرب ما يمكنش تصيفط لبلاد اخرى كان هو اللي مسكين مكلف بيا من هنا وتيصيفط ليا صيفط ليا الطاليان صيفط ليا الماسيدونيا صيفط ليا الصربية صيفط ليا لا ماسيدونيا ما صيفطش ليا صيفط ليا اللي سميتها الصربية صيفط ليا الصربية وصيفط ليا الهنغاريا وقيلة الطاليان صيفط ليا الطاليان الطاليان صيفط ليا يعني. ايوا ما علينا وصلنا البرد السمر اش نقول لك ما كاينش باش نتغطى وهداك البيئه هداك هذيك الدار اللي دايرين تما قراش نقول لك دار خربه خربه تيجيبوا لها بنان هذيك الخربه اللي جا حارك تيجيبوه لها اللي جا حارك تيجيبوه لها المانط خان زين تنتغطاو بيهم خان زين انا عاوش لكم اخوتي دوب شي حوايج اللي قاسين لك الحمد لله وشويه عطيناهم الفلوس اللي حنا دايرين معانا باش نعطوهم يعني كل واحد عطاهم داكشي اللي دايرين معاه شويه هذيك الماكله اللي وكلونا خاصنا يعطونا الفلوس شو اللي يديروا لينا واللي حنا ما نعرفوش مصيدونيا فلوسها كثيره ما نعرفوش شنو كاين واللي يشدوا من عندنا بالاورو داروا من عندنا لاباس راه ماشي انا راه عرانت البشر داروا من عندنا لاباس يعني شدوا من عندنا بالاورو مشوا تقداو لينا وجيبوا لينا هذه جيبوا لينا هذه مشوا تقدوا لنا يقولنا حنا ممنوع عليكم تمشوا للفيلاج تقداو هي راه حاجه ممنوع راح يشوفوكم راه هذه هما باش يخدموا معانا وخدامين معانا وحنا نعطيهم فلوس يجيبوا لينا هذه جيبوا لينا هذه ويجيبوا لينا الروز وانا عاقله هذوك واحد من نيجير ومن جزر القمور اللي طيب لينا راه جروب تاع البشر حنا دي طيب لينا الروز يسلقوه مزيان ويكبوا فيه معطيشه تاع الحك ويخوضوا الملح والبزار خوضوا يكبوا لينا في الطبله ديك واحد قص ماشي قصعه بحال تقولي قاعده واحد القاعده يكبوا لينا في قاعده وهذوك النيجيريين وهذوك يعني احترامات الدول واحترامات الاجناس يعني ماكلتنا ما نقدوش ناكلو بحالهم والله اخوتي لا يد ويد وتيخشي بالا يعني سخونه الماكله سخونه وتيقول لي يجيبوا لينا الدجاج نعطوهم الفلوس نتفارضوا تنجمعوا لهم شي 60 اورو تنجمعوا لهم كل واحد يعطي الباي ديالو تنجمعوا لهم شي 50 اورو باش يجيبوا لينا الدجاجه ويجيبوا لنا حكاك طماطيشه ويجيبوا لنا الروز 50 اورو اللي تنجمعوا لهم وبالاورو ماشي بفلوسهم هما يقولنا لا عطونا بالاورو ما تعطوناش بفلوسكم امشي جيبوا لنا داك الشيء والله يا خوتي وديك الدجاجه عاي قرضه بحال هكا عابله طبلط بالماء يحشوها تما في ديك البرمو يكبوا على داك الروز وهادي تخوط يكبوا لينا في ديك الجفنه والله ما تقدي تاكلي معاهم حق ربي ما نقدوش ناكل معاهم لا هاد اللي هادي اللي يحشوها بحال هكا في هذيك القصعه في هذيك الجفنه وتي جوع يعني تنموتوا بالجوع احطوا لينا فاش ما حطيتوا لي حطونا في ميكا شوف رشوا ميكا ويحطوا لينا ناكلوا ويديروا حركه هما ياكلوا بحال هكا حنا نقعدوا ناكلوا بصبيعاتنا هكا وشويه ملي شنا ملي لقينا مع نسلكوا روسنا بدوك جوج ثلاثه الصبيعات اللي حنايا معلمين عليها بدينا حنا نحشوا يدينا وناكلوا بحال هكا نحشوا يدينا ونلقموا ناكلوا وحق ربي تيهز داك الفخ تاع الدجاج تيدير لك تيحشيه في الموت تيمص طافي تي مشى طار هنا
ما علينا، تصابيق على الماكله، تصابيق على الماكله. هذيك النيجيريه مسكينه اللي كنا نعزلوا لها وحدها، لحقاش مسكينه حامله وعندها وليد صغير، كنا نعزلوا لها هي وليدها، وهذيك البنيه بنت زوزر القمور كنا نعزلوا لها، يعزلوا لها بوحدها، لحقاش مسكينه دريريه صغيره ما تشبرش مع هذوك تبارك الله الجمال. ايوا وهذيك النيجيريه اغلبيه مسكينه كانت تاكل الخيار، تقول لك انا خصني ندير الفيتامين لولدي، خصني ندير الفيتامين لولدي، خصني ناكل الخيار، تاكل مسكين الخيار، تقول لي هاكو الفلوس وعندها الفلوس، تقول لك هاكو الفلوس جيبوا لي الخيار، عطي الخيار عاد غسلت 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 وتصير في الليل خروج 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 خروج، تاكل مسكينه. هاي تكرها بخير. ايوا اخوتي قعدنا تما شحال، قعدنا تما، علاش حنا قعدنا تما؟ لحقاش حمل الواد في الصربيه، طاحت الشتاء وطاح الفيضان في الصربيه، وحمل واحد الواد اللي حنا خصنا نقطعو، يعني يعني قسم الصربيه، حمل واحد الواد وماتوا فيه الناس وماتوا فيه الصربيين، وبينوه في التلفازه ويجيبوا الدراري يبينوه لينا في بحال هكا في في التليفون، يعني وكرات كرات الناس بزاف هذاك العام تما. قعدنا شحال، غنكونو قعدنا شي 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 جوج سيمانات هكا، تكرفيس تكرهنا حياتنا، تا ولينا نقولوا راه ضحكوا علينا، راهم داروا لينا، ولينا يجيبوا لنا الدقيق، نشدوا داك الدقيق نوضوا نخوصوا نخوصوا يخوصوا، عا هما اش خوصوا، حنا عندنا ما يخلوناش، ولا حنا اللي تنعرفوا الطياب، ينوضوا يخوصوا الدقيق، الا سبا الا داك سميتو ولا الرز وداك الشيء اللي طيبوه هذوك زوج القمر وهذوك النيجيريين وهذاك الشيء. حنا كاينين عاد ثلاثه المغاربه هما اللي كاينين، الاخرين كلهم من بلاد اخرى، و هذوك الاخرين اللي قلت لكم بابطوهم عصا وصيفطوهم رجعوهم. ايوا يشدوا داك الدقيق تاني مع الصباح، ينوضوا يخوضوا داك الدقيق، يخوضوا يخوضوا يقلوه لينا في الزيت ويحطونا وناكلو، ويجينا بنينة ودي الدنيا ودي ودي، الحمد لله الحمد لله، عطونا ناكلو شوية شوية، توالفنا معاهم توالفنا مع هذوك البنغلاديشيين. شوفوا ديك راه ماشي دولتهم، تا هما راه خدامين هذوك البنغلاديشيين، راه خدامين تاني، توالفنا معاهم ولفناهم، ولاو يتسخروا لينا، واللي يقولوا لنا حنا ما سخيناش بكم تمشوا، واللي يقولوا لنا حنا سخينا انا من العاد مشوا عتبقاو فينا، يعني قالوا لينا احسن جروب جا عندنا هذوك جزر القمور، مؤدبين الصلاه والدين والعباده ما نعاوش ليكم، واللي يقولوا لنا حنا حنايا ولفناكم. حتى هذوك النيجيريين حتى هما دازوا الله يعمرها دار مع هذيك المراه اللي جايبين معاهم، واللي يقول لنا حنا مزيان نتوما مزيانين وقوم مزيان، وكنا نعطوهم الفلوس، حنا يعطيهم فلوس باش يتسخروا لنا، خادوا من عندنا شلفنا.